بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. النهاردة هنعلم الشباب ازاي يعمل السمك اللي هو يعمله فليه. السمك الفليه يعني يخليه من العظم والكلام ده، تمام؟ انت السمك ده، انا جايبه من الاربع بقى. يوم الاربع كانت طلعت يوم الاربع، فسمك يعني ايه، يعتبر عفر شوية يعني منطور يعني. فهنعرف ازاي الناس، فهنيجي هنا من عند الزعانف. الزعانف كده يوم ايه، قصص، قطع، السكينة، كل شغلك هيبقى بالسكينة، تمام؟ تيجي هنا برضه نفس الزعنفة اهي، قطع كده اهو، تمام؟ تيجي هنا تجيب المقص، قصنا اهو، تمام؟ هتيجي هنا تفتح. تفتح وتبدأ تنظف، يعني تنظف اللي هو ايه، بطنها، تمام؟ انظف كده بعيد عشان في ناس ايه ساعات بتقرف، تمام؟ احنا نظفناها. هنيجي هنا بالظهر، ظهر من عند الظهر، تيجي وتقوم ايه قاسم كده من النص. السكينة بقى هتبدأ تمشي لوحدها، يعني ايه ما تحاولش عشان تعمل تتقص منك. تيجي تقوم ماسك من هنا كده واحدة واحدة، تيجي هنا اهو، ماشي واحدة واحدة كده اهو. طبعا في ناس هتقول لي ايه، انت ما شلتش القشر ده. القشر ده انا بسيبه عشان ايه، اعرف املك ايه السمكة، يعني السمكة اعرف املكها، تمام؟ دي الفيليه اهو، تمام؟ تيجي هنا تقوم جايب، تيجي هنا عشان تقوم ايه تشد بس انا ايه العض. تيجي من عندي هنا العض، تقوم ايه شايل اهو، تمام؟ تيجي هنا بقى ايه، تقوم ايه واحده واحده كده، في برضه ايه في جلد تحت اهو، تقوم ايه واحدة كده ايه واحدة مع بعض، تمام؟ تقوم ايه ماشي واحدة واحدة كده، تسحب كده ايه واحدة واحدة، تمام؟ قشرة اهي، مفيهاش لحمة، تمام؟ ده الفيليه اللي ايه اللي بيقولوا عليه، تمام كده؟ وتبدأ بقى تتوم وتظبط تتبيلتك كده وتظبط الشغل والأداء، وتبدأ ايه تقلي بقى ايه زي ما انت عاوز، سهلة يعني وبسيطة للناس كلها، تمام؟ يلا ربنا يرزقكم ان شاء الله. انا قلت اما اعرفكم بالمرة عشان تعرفوا ان انا بعرف اطبخ يعني. يلا ودول برضو اعملهم اهو، تمام؟ يلا وصلنا طيبين.